السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت. بهذا الفيديو إن شاء الله راح تشوفوا جيم بلاي جميل جدا وممتع وفي قصص جدا جميلة. فبنهاية الفيديو أنت لكم سؤال أرجو أنكم تجاوبوني عليه، طبعا بدك تشوف الفيديو كامل حتى تعرف شلون تجاوبني عليه، ورأيك بأصحابك إذا كان عندك هيك صديق بيلعب معك فورتنايت. المهم مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو، وأهم شيء تشوفه للنهاية حتى تعرف شو السؤال وتعرف شو المغزى من هذا الفيديو وإيش تستنتجوا. اكتبوا لي تحت بالتعليقات وشكرا لكم، مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو. ليست كو هذاك بعد اكتشفت شفت هذاك والله لم يفول مسك. انا قابل اخوان طاري سبع خان بلشوا يربوا معلم هون واحد في واحد هون 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 متخبيون استوى 40 عطيته معلم القطن واحد واحد بانه هون هون مثل اكل حسين ما حسين 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 مات حسين ما تعرف ما تعرف ضربة الاهبل تيجي تسطل سطل يا غبي ليه ما ليه ما ليه ما رمى واحد طيارة اجنا هذا اجى من سكوادة من ورا ناس من ورا راح مقدم يا معلم اجى اخذوا بالطيارة وطلع يلا 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 44 دم ابيض اه اللي بارك على الجنب طب 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 يلا 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 قولوا الله يا رجال يا الله هذا حمار شيء ولا عبي ترابة حتى انا عندي مهار ده واحد تحت دم ابيض بس كله بتون اضع يلا مات حسين واحد نور نواقني الثاني اي فنان وات لا ده مو انسب ذا جيجي زمانه في واحد في زمانه واحد عم متكت طلع طلع شو عم متكت هنيك شوفوا على الدار تاخذ خليه لك ما بدي لا يا زلمه بس تعلم شلون زدت انت و هي الطلعه هذا بس تعلم شلون زدت المتكر انت عم بتمتكر بوضع منك هي واحد 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 دايم 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 واحد اخذ كروت شيكون هذا الله رايل عندك يا اخي طار بالهواء طلع بالطيارة هاي والله ما يعيش حقوق الله لا حوله وين بده يروح هذا؟ هو هنا ايه عند الورا بضيعت الا نفسنا شفته شفته هني كان في 10 هون انا ميت ايه يعني هالبيكسل الاول قتلته اكل 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 ميت 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 اكل ميت 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 راح تدخل عني تنكم هلا بالميت سهر هلا بالهاو هلا بالهاو شوف 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 كيف بدي الهاو بك عابي فنش دربكم لحد ياخذ الدار اظن راح ثاني نعم راح اشيل لك السكار عشان حسين ما ياخذه منك بس يكون هذا مكان بعيد شافك واحدة ثالثة واحدة ثالثة تعال اعطيني اياهم تعال خذ هي كلا اه بدك هذيك تعال خذ هي مني خذ هي فورنا اعطيني رصاص كل الانواع والاشكال اه تمام سويت ايش اسمه سنايبر في ناس عندي في ناس هذا هو الكفو هاي ذكر بس نمشي عندي حسين موارد ما عندي 100 وابوه اكل 105 حسين تا 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 معي نشمت تا تا معي نشمت تا تا معي نشمت تا 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 معي اذن حط يلا هاي اللي فوق اختفى 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 مستحيل يعني اكيد ورا الشجرة حسين اكيد عمل فرق في البيت كله كله اتركه اتركه اعطينا لوته
ما معي لوش. حاصل. اتركنا لو. عنده اس ام جي، عنده اس ام جي، عنده اس ام جي. اترك لي لوش. ايمن حلوة. كبسته 105. ما معي قنابل لو معي. لون دم ابيض، دم ابيض حسين. نو. ضل التاني تاني شيكو شيكو تحته تحته. هو نو نو شيكو تحته. شفتوا 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 ولا ما شفتوا؟ شفتوا ولا ما شفتوا؟ شوف البوش اللي ببالي بربي. شفتوا ولا ما شفتوا؟ انا جيت انقذكم ولا ما انا جيت انقذكم؟ حبيبي قتلنا كلهم من ورا البوش، لو ما كان البوش والله قتلنا من البوش. والاول انا قتلت لكم دمه ابيض. اسرع اسرع اسرع. بربك تروح تسجن، تروح تسجن، تروح تسجن. حسين اترك لي الشوت جن هذاك البنفسجي، بالله عليك اعطيني اياه. هذا انا كبيته اصلا. هاته وينه؟ اه هذا. والله العظيم حرام على اي شكل كمان بربي. حتى ماي 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 شو اسمه؟ هاي الانتقاد. ها؟ ليه ما مين اخذ الشوت جن دي؟ شو؟ انت اخذت الشوت جن؟ اي شوت جن؟ البنفسجية؟ لا. تعال اشوف الناس على عينين. انا فيني على الشوت جن الشوت جن الشوت جن قلت له بدي اخده وانا العب عيشكم صار لي ساعة وعم بقاتل. خلص خده خده ما عندي اياه. على اللي عندي يزن خلص خده خده خده. لا لا انا ما بعرف. عبيد لك يزن كبيته انا. لك ايه ايه عم بحكي انا مع يزن ما عم بحكي معك انت. لك ايه خده خده عم بقول لك ما بدي ما بدي خلص ما بدي روح. بعد ما كبيت سلاحك قلت لي لك انا اخذته بالغلط. لا واضح بالغلط شفتك شلون شلته وقمت مباشر من اول ما قمت عملت عليه عملت عليه ايه. اوكي تمام شو اسمه مشان ما ايه ايه بالغلط بالغلط بعرف بالغلط فورا كبست علي ايش انت مشان احمل لك بس الحق علي انا اللي عم بعيشكم لازم بضل بعيد عندكم وبترككم بقول لكم موتوا بسلام لا يا زلمه والله انك كفو تمام مثل قبل شوي بلوت بخلص تلوت وبعدين امسككم ليه وين المشكله يعني وات شلناهم كلهم؟ هذا هذا تعرف هذا اللي بدكم الوان اشكال شلون؟ اشكال الوان هذا معه ميني بس وين هذا؟ مع الشتكن النسكو الشكوى واحد ضل ضدنا؟ وات؟ ما بقول لك بدي عش بدي فوز طيب واو هون 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 عنه وين وين؟ انا لا تقتلوه لا تقتلوه اتركوه انا بدي اقتلكم يا معلم اي وين دي اسمنا اتركوا للزلمه بيربع اتركوه 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 اي نوكو نوكو وينه؟ لا لا طبني طبني خالص طبني نوكو يا شباب اقتلوه نو يا شباب قال عند حسين خلاص حسين يو ار داد سلفستر 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 حجي انا تحتك سمعونك شايفك عيشني عيشني شوفوا شلون بده يفوزني حسين عيشني لا خليك ميت بربك والله العظيم والله انا هذا اعطيك الاسلحه الماء خليه عندك الاسلحه سكار ذهبي خليه عندك على بوم ازرق خلي يغبني بس لك شلون سرقت هذا السلاح منه لك حسين؟ يلا يا حسين رح موت انا هاي بموت بربك 14 12 11 10 بربك سلفستر والله العظيم ما رعيشك لا توجه 4 بربك والله ما رعيشك ايه ماشي مش كويس الله يسامح وين سامحها جميعا رورو ساعد قبل ما يدخل ما بدي استنى حسين خليه يوصله لا ديمو ديمو طلع عبي العب واحد بالكره العبيه يا زلمه يا المعرق انت
يلا معرق قتلت ولا لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.